نظمت نقابة الفنانين العراقيين أمسية فنية ثقافية للحديث عن الأثر الإبداعي للفنان الراحل كنعان وصفي، وتضمنت تقديم محاضرة عن موسيقى الفنان الراحل قدمها الفنان الكبير فاروق هلال، وكذلك محاضرة عن كنعان وصفي في السينما قدمها الناقد السينمائي والكاتب مهدي عباس. أمسية احتفائية بمنجزات الفنان العراقي القدير الراحل كنعان وصفي، الفنان الشامل متعدد المواهب، وحقيقة حاضر بها اثنين من كبار الأساتذة الفنانين، فنان الرائد الكبير فاروق هلال تحدث عن الجانب الموسيقي في شخصية كنعان وصفي، وأيضا الناقد والمؤرخ السينمائي مهدي عباس الذي تحدث عن الجانب السينمائي وأدواره الدرامية في الأفلام العربية والعراقية التي مثل بها. مبادرة رائعة وكبيرة من نقابة الفنانين العراقيين ومن نقيبها الدكتور جبار جودي في إقامة هذه الأمسية الجميلة التي حضرها نخبة من الموسيقيين ونخبة من الجمهور الذي يحب هذا الفنان. كنعان وصفي فنان كبير، فنان متعدد المواهب، هو موسيقي ومغني ورسام تشكيلي ومصمم وممثل سينمائي. هو الممثل العراقي الوحيد الذي ظهر في أكبر عدد من الأفلام المصرية وظهر في أفلام لبنانية. حضر الأمسية نجوم الفن العراقي ونخبا فنية وإعلامية وثقافية، وكذلك حضرها نزل الفنان كنعان وصفي القائد الأوكسترالي كريم وصفي، وتحدث أيضا للحضور عن تاريخ والده وما تركه من إرث فني سواء كان في الموسيقى أو السينما. أعتقد أنه هي مناسبة مهمة جدا، إذا تكلمنا بدون واسطات، لست كوني ابن المرحوم الفنان الكبير كنعان وصفي، لكن مهما غطينا لن نعطي حقه، لأنه كان فنان شامل جدا وفيه وسع كبير جدا من ما يقدم في الفن التشكيلي أو الفن الأدائي أو التمثيل أو التأليف أو القصصي أو حتى السيناريو والإخراج والغناء والتلحين والتمثيل، فيعني واسع وبين في جزء كامل في لبنان وجزء كامل في مصر كبير جدا. تذكار يجب أن يستمر هذا دائما وأبدا، لأنه إحنا دائما نحيي فنانينا عندما يرحلون، ولماذا لا نكرمهم وهم أحياء؟ هذا يؤكد على أن النقابة عليها هذا الدور الكبير في تنمية وتأسيس هذه الحالة للاهتمام بالفنان العراقي. أكدت النقابة بأنها دائما ستبقى في ذاكرتها رموز الوطن وصناع الفن والجمال، وكذلك أثنت النقابة على الحضور المتواصل من قبل الجمهور الداعم للنشاطات الفنية من أجل حراك إبداعي يليق بمسيرة نجومنا ومبدعينا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، حيدر جبار، بغداد.